وللمزيد من المتابعه معنا عبر الهاتف الدكتور احمد سيد احمد الخبير في الشؤون الدوليه. دكتور احمد، بعد التحيه، الرئيس السيسي في طريقه الى الصين لحضور حفل افتتاح دوره الالعاب الاولمبيه، كيف تقرا مشاركه الرئيس في هذا الحدث الرياضي الضخم وما يؤكده من متانه العلاقات بين البلدين؟ نعم، لا شك ان هذه هي الزياره السابعه للرئيس السيسي للصين، وسيعقد القمة الثامنة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. هي تعكس حقيقة قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية، والتي يمكن وصفها بأنها علاقات شراكة استراتيجية حقيقية ممتدة على كافة الأصعدة وكافة المستويات. تعكس أولا عمق العلاقات التاريخية لأكبر حضارتين كبيرتين في العالم، الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية القديمة. تعكس أيضا قوة العلاقات على مدار أكثر من 70 عاما منذ حتى تبادل العلاقات الدبلوماسية في عام 1956، والتواصل والتنسيق المصري الصيني الدائم. تعكس أيضا حجم المصالح المشتركة بين البلدين وقوة هذه العلاقة، التي تعكس أن مصر كدولة إقليمية مركزية في منطقة الشرق الأوسط، والصين كدولة إقليمية بارزة ومهمة في آسيا، بتعكس أهمية هذه العلاقات الاستراتيجية وأهمية هذا التعاون والتنسيق والتبادل للزيارات، والذي بيؤكد دائما أن مصر والسياسة المصرية هي أصبحت الدائرة الآسيوية حقيقة من أبرز الدوائر السياسة الخارجية المصرية، في ظل التنوع وتعدد الشراكات المصرية مع كافة دول العالم، انفتاح لكل التجارب التنموية خاصة التجربة الصينية، بما يعزز ويخدم التنمية في الداخل، وهذا سمة السياسة الخارجية المصرية، وبما يعود في نهاية المطاف بالنفع على المواطن المصري في الارتقاء بمستوى معيشته. الصين تمثل أهمية كبيرة حقيقة في أجندة السياسة الخارجية الصينية، لأن الصين هي دولة كبيرة اقتصاديا، ثاني أكبر اقتصاد في مستوى العالم. الصين تعدادها يتجاوز المليار نسمة، تمثل سوق واسعة مهمة. الصين لديها تجربة تنموية كبيرة ومهمة ومتميزة، يمكن لمصر الاستفادة وتستفيد حقيقة من المزايا النسبية لهذه التجربة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، مشروعات كثيفة العمالة، المشروعات القائمة على التنوع وتعدد المناطق، وقائمة على المزج بين التكنولوجيا والعامل البشري، كلها حقيقة بتؤكد قوة هذه التجربة الصينية التي تمثل أهمية كبيرة حقيقة لمصر. نعم. أيضا الصين تمثل أيضا مدخلا لمصر نحو الأسواق الآسيوية، وبالتالي في المقابل مصر تمثل أيضا أهمية كبيرة للصين كدولة مركزية في الشرق الأوسط، وسوق واسعة أكثر من 100 مليون نسمة، كمدخل وكقاطرة وكبري إلى الدول الأفريقية، وهي التي تتواجد فيها الصين بكثافة. يعني هناك عوامل مشتركة حقيقة بتدفع دائما في اتجاه تطوير وتعزيز وتدعيم هذه العلاقات الاستراتيجية. دكتور أحمد، لو اتكلمنا عن منتدى الحزام والطريق، ده هيبقى من بين أبرز أوجه التعاون بين مصر والصين، كيف تقرأ هذا؟ يعني في الواقع الآن أن الصين بمبادرتها الضخمة والعملاقة، وهي مبادرة الحزام والطريق، يعني أصبحت أحد الروافع لتنمية الاقتصاد الدولي، خاصة في ظل توسع وامتداد هذه المبادرة وهذه إلى كثير من مناطق العالم، ومنها بالطبع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا، والتي تعكس حقيقة أن مصر هي مع فكرة التعددية الدولية، التعاون الدولي في الاقتصاد العالمي القائمة على فكرة أن العالم لابد من التلاقي المصالح المشتركة، أهمية دعم وتعزيز فرص التعاون التجاري، التنسيق الاقتصادي وغيرها من الامور. ايضا تمثل اهميه كبيره حقيقه في جذب الاستثمارات الصينيه الكبيره الى مصر، خاصه ان مصر الان هي من الدول الواعده والدول البارزه في مجال التنميه الاقتصاديه، في ظل نجاح تجربه الاصلاح الاقتصادي، في ظل البيئه المهمه الجاذبه للاستثمارات الاجنبيه، خاصه في المشروعات القوميه الكبرى مثل محور التنميه في قناه السويس، العاصمه الاداريه وغيرها من المشروعات التي بالفعل الصين تشارك فيها باستثمارات مهمه واستثمارات كبيره. وبالتالي هذه المبادره والمنتدى الذي شارك فيها الرئيس السيسي من قبل تمثل حقيقه ارضيه مهمه لبناء ودعم وتعزيز مزيد من الفرص الاستثماريه المتبادله، مزيد من التعاون والتنسيق الاقتصادي، مزيد من التعاون التبادل التجاري. نعم. خاصة أن حجم التبادل التجاري يصل إلى 18 مليار دولار، وأعتقد أن هناك فرص مستقبلية لتطوير هذه العلاقات المهمة. دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك.